أهلا وسهلا فيكم باليوم السادس من لقمة رمضان مع منال. اليوم رح نعمل عصير كتير زاكي موهيتو الرمان، ورح نعمل كمان كرات اللحم مع السباجيتي استخدام صوص السباجيتي اللي عملناها بالفريزر والكرات كمان، ورح نستفيد من بواقي خبز عندنا، ورح نعمل جارليك بريد كتير زاكي بالجبنة والثوم مختلف شوي، ورح نعمل شوربة خضار كريمية بالشبت رهيبة جدا، بقدرش أوصف لكم قديش طيبة، ورح نستفيد كمان من بواقي حمص وفول عنا ونعمل صحن قدسية. خلينا نبلش. حبيت بالبداية أفرجيكم إنه في طرق كتير طبعاً لإنه نطلع حب الرمان من الرمان، بس لقيت أحسن طريقة ما توسخ عندي الكاونتر ولا الصحون ولا المجلة ولا غيره إني أحطها بكيس بعد ما أفتحها وأفرطها جوات الكيس. كل شيء أي طرطشة أي توسيخ بضل جوا الكيس. خلينا نبدأ نعمل الموهيتو تبعنا. كل اللي رح نحتاجه بنفس الكاسة اللي بدنا نقدم فيها الموهيتو ممكن بالشاف، نحط شوية رمان حب، نعنع، قطع ليمون، رح أهرسهم زي ما أنتم شايفين بالهراسة، بس هاي مش تبع التوم، يعني دائما تحاولوا تبعدوا عن التوم لأنه بدناش طعمه يظهر على أكيد ما بدنا طعمة التوم بالعصير. رح أحط ثلج، طبعا هذا بنعمل وقت التقديم، يعني بتقدروا تعملوه لحد الهرس قبل التقديم، لكن بوقت التقديم بطلع عندي بحط التلج وبحط عليها 7 أب، أو عندي أنا هذه المياه الغازية بنكهة الليمون، بشهي كتير طيب، واللي بيحبه أحلى بقدر يحط جرانادين معه. بدنا نزينه عنا بشوية رمان زيادة، وكمان رح نحط شوية نعنع وشرحة ليمون للي بيحب، وصحتين وعافية. ولأنه رمضان عن جد شهر المفروض إنه إحنا مش نسرف فيه، المفروض إنه ندير بالنا، ومفروض إنه إحنا نحاول قدر الإمكان عن جد إذا تفرجنا كل واحد فينا في ثلاجته، في غرفة الخزين، في الفريزر، إلا ما يلاقي أشياء. وأنا برتب الفريزر لقيت هذا زبدة بالثوم الأعشاب اللي فترة شرياها من كارفور، فصراحة كتير سهل إنه الواحد يعملها، بس أنا وقتها كأنها كانت على السيل اشتريتها وما استعملتها، فقررت إني أطلعها على التلاجة مشان أستخدمها إن شاء الله خلال الشهر الفضيل، فرح أستخدمها. الوصفة تبعت اليوم هي الوصفة المساندة لكرات اللحمة مع السباجيتي. عندي خبز برضو هذا كان بالفريزر كنت جايبته وما استخدمناه، فبدي أستخدمه. الوصفة الأصلية أنا عاملة عجينة على المدونة اسمها فطيرة الجبنة بالثوم، رح أحط لكم اللينك أكيد تحت، بس أنا اللي رح أعمله مش رح أعمل العجينة، زي ما قلنا بدي أستغل اللي عندي، فرح أعمل على هذا الخبز نفس الخلطة اللي موجودة عندكم بالمدونة، اللي هي بتعتمد على استخدام زبدة عادية مش زبدة بهاي، بس أنا اللي أستعمل هاي. معلقة طعام، هي المقادير، معلقة طعام من الزبدة العادية، 2 سن ثوم، جبنة موتزاريلا، ربع كوب، بس أنا لأني عندي هدول فرح أستخدم كل الكمية. برضو هذا زي ما أنتم شايفين بواقي عندي من جبنة موتزاريلا كنت جايباها، فبرضو بدي أستغلها، ورح أحط 5 معالق طعام من جبنة الكاسات، أنا بحب كتير المراعي، وإضافة بس هيك رشة بارميزان. هلأ الوصفة هديك فيها بقدونس، بس بما أني أنا بدي أستخدم زبدة الأعشاب فما رح أحط بقدونس لأنه أوريدي عندي أعشاب. فخلينا نبلش مع بعض. رح أخلط المكونات عندي كلها مع بعض، وبعدين رح أدهنها على الخبز. الخلطة عندي صارت جاهزة، رح أحطها هلأ على الخبز بعد ما قطعته. بإمكانكم باي ذا واي تحطوا بيستو إذا حبيتوا، حسيت لونها بشبه البيستو بس هي زبدة، يعني the sky is the limit شو الواحد بيقدر يعمل أشياء بالخبز الجاهز، سواء كان فرنسي أو زي هذا الشباتا، وفي نفس الوقت أو حتى على عجينة، وفي نفس الوقت تبديل وتغيير عن الجارليك بريد. Thank you.
هاي شكل الخبز عندنا بعد ما طلع من الفرن. بنصحكم كتير تجربوه، سواء كان استخدمتوا خبز أو عملتوا عجينة زي العجينة اللي أنا حطاها بالوصفة بالمدونة. الأوبشنين زكين كتير وبينفعوا للسحور بشكل ممتاز. سبق وحكينا أنه أحد أهدافنا بهذا البرنامج مش بس أنه إحنا نضلنا نعطي وصفات، الوصفات معبي الإنترنت، الفكرة أنه طرق تقديم، الفكرة أنه منيو ممكن يعطيكم فكرة جديدة أو يذكركم بطبق قديم أنتوا أوريدي بتعرفوه، بس مرات الواحد بنسى، بده يكون مثلا بده يعمل شغلة بتخطرش عباله، إشي دائما بيعمله بتخطرش عباله، أو أكلة مثلا والدتها الوحدة كانت تعملها وبتنساها. هذه الأتسية من الأكلات اللي يعني من الصحون أو من الصحون الجانبية الرائعة جدا، واللي هي عبارة عن خليط من الحمص والفول، وأظن اللي اخترعوها عشان يمشوا حمص وفول زايد ومش عارفين شو يعملوا فيه، فخلطوها وسموها أتسية. هذه قصتي أنا، لأنه أنا حاليا هيك عندي الكميات، شفتوا كتير كتير يعني متواضعة، لكن لما خلطتهم مع بعض صاروا طبق مرتب وبنقدر نحطه على السفرة اليوم، والحمد لله دائما على النعمة. وحبت بندورة كرزية، شوية بصل أخضر، إذا حبيتوا بقدونس مع رشة الزيت، صار عنا صحن جانبي مرتب وما كبينا إشي الحمد لله. طبعا الناس اللي بتسحروا، احنا ما بنتسحر للاسف، بس الناس اللي بتسحروا هذا خيار كمان ممتاز جدا للسحور، بشبع واحد وبعبي البطن اثنين، وزي ما حكينا بنستفيد من الاشياء اللي عنا اياها. هلا خلينا نحضر طبق الشوربه. عنا بطنجره، انا عندي هدول الطناجر الحراريين، شرياهم من سنه النهضه، بس الحقيقه اني ما بستخدمهمش كتير، كنت جايباهم للتقديم، بعدين قلت لحالي ليش ما استخدمهم للطبخ، يعني هم حلوين ولذيذين. اليوم الشوربه رح تكون بانه نختصر على حالنا شويه شغل، حطيت زبده، حطيت بصله، هيني عم بقلبهم مع بعض، ورح استخدم خليط شوربه الخضار الجاهز من امريكانا. هاي مش دعايه باي اني تشانس لامريكانا، لكن مرات كتير لما بيكون هدول اللي جبتهم كانوا 3 دينار بصراحة، يعني ولا أقطع ولا أهلك حالي، وفيهم كوسة وفيهم بزيلة وفيهم جزر، يعني مش عارفة، ممتاز، خيار أوبشن رهيب للي بده يختصر على حاله شوية وقت، والسعر صراحة يعني لا يقاوم. فرح أستخدم باكيت واحد، أنتوا بإمكانكم أنكم تجيبوا كوسة وبطاطا فيها كمان، فممكن تحطوا حبتين كوسة، حبة بطاطا متوسطة، حبة جزرة كبيرة، شوية بزيلة، أي خضار بدكم إياها. إذا ما بتحبوا البازيلا لا تحطوا، يعني هيك الفكرة إنه أنتوا شو بتحبوا. وراح نقلبهم شوي بالزبدة. هلا لحد هلا إحنا عنا شوربة خضار، اللي حابب يعملها شوربة خضار بكل بساطة بيقدر يضيف عليها مي أو مرقة، يعني مرقة، ويغليها، وبعد ما تغلي يحط عليها شوية الشعرية وخلصت، فكت عملنا شوربة خضار بالشعرية. بس هاي شوي مختلفة، رح تكون كريمية زي ما انتم شايفين. رح حطيت كمان توم، بالعادة انا ما بحط توم بشربة الخضار، بس اللي حكيت عنها اللي هي العادية اللي تبعت الشعرية، بس هاي رح نحط فيها شوية توم ونقلبه ومنكمل. وناخذ خيار جديد لتسميك الشوربه من غير كريمه، طحين وزبادي. الزبادي رح يعطي طعمه طيبه، طعم تقدر تستخدمه لبن، وسبق استخدمنا الحليب. اذا شفتوا شوربه اللي عملناها كانت شوربه البرغل على ما اعتقد، اذا ذاكرتي عم تسعفني. المهم فبدنا نخلطهم مع بعض، رح اخذ شوي من مرقه الشوربه واخفف فيها الخليط، بعدين أضيفها كلها على الشوربة اللي تختلط وتسمك.
هلا نيجي لشوربتنا، عم تغلي امورها تمام بهدوء طبعا. واستوت الخضار عندي، فراح اضيف عندي الخلطه واحرك عشان اضمن انه ما في عندي اي كبتله للمزيج اللي ضفناه. وطبعا احنا اضافتنا للمرقه عليه 100% بتضمن انه ما في عندي اي كتل. وزي ما انتم شايفين كيف صارت كريميه، واللبن يعني كمان لانه زبادي كمان اعطاها هيك، في كيف بدي احكي لكم، تانجينس هيك، في طعم حموضه لذيذ ومستحب جدا، مش حامض كتير هو، بس اعطاها طعم لذيذ. وبالتالي الزبادي بيطلع انجح بكتير من اللبن، لانه ما يعني ما رح يفتل وماسك نفسه، هو بديل ممتاز للساور كريم باي ذا واي بهيك قصص يعني. ف يعني اي هايلي ريكومند هاي الطريقه بدل اللبن. وعم بحرك فيها مزبوط مزبوط لأضمن كلها يعني تختلط مزبوط وترجع تغلي مرة تانية على الخفيف طبعا. وهلأ عندي هذا الاشي اختياري، سبق حكينا عن موضوع الشبت، اللي ما بيحب الشبت بيقدر يستخدم بقدونس، بس لهاي الشوربة جابها بصراحة بالنسبة لإلي، يعني أخذ شوربة الخضار لليفل تاني، نكهة رائعة جدا. I highly recommend it للي بيحبوا الشبت. وهلأ طبعا بدنا نحط لها، ما حطينا فلفل أسود، بدنا نحط شوية فلفل أسود، وطبعا ممكن نظبط الملح تبعها. يعني هلأ إحنا صايمين، لكن في الأوقات العادية ممكن إنه طبعا أكيد دائما نضبط الملح والفلفل الأسود، ومش آخر الدنيا بالصيام الواحد بيقدر يحط المملحة وتبعت الفلفل على السفرة، بحيث إنه يقدر كل واحد يضيف قد ما بده. وشايفين الكريمينس تبعت الشوربة وما حطينا كريمة. واللي حضروا تحضيراتي وتجهيزاتي لرمضان، احنا ما جهزنا على الفاضي، جهزنا عشان نستفيد من اللي جهزناه، كيس كرات لحم ايطالي وعلبتين من صوص الباستا اللي عملتها معاكم، رح احط لكم اللينكس تبعتهم. سخنت الصوص، إذا حسيتوها شوية مرقة بتقدروا تزيدونها شوية روبندورة على أساس تسمك. وبعدين رح أضيف لها كرات اللحم، هالمرة ما غلبتش حالي ولا سخنتهم، ضفتهم فروزن للصوص، غليت وسلقت سباجيتي. أسهل من هيك ما في. شايفين التحضير اللي عملناه خلاني أعمل وجبة كاملة لعيلتي، وهاي الوجبة رح تشوفوا منها بعد يومين طبق تاني رح يطلع من زيادة صوص الباستا عندي اللي هي الصوص الحمراء، وطبق تاني من السباجيتي لحالها. رح نشوف هلأ عمالي بحط شوية جبنة، هذا اوبشنال، ورح أحطها بالفرن. يعني عندكم تقدروا تقدموها مثل ما هي، وبتقدروا تحطوا عليها الجبنة. وعندي وقت التقديم برشها ببقدونس، وهذا الاشي طبعا اوبشنال، بإمكانكم تقدموها زي هيك لكل واحد يكون طبقه الخاص أو فاميلي ستايل. بتمنى يكون فيديو اليوم عجبكم، إذا لاحظتوا قديش كان سهل وسريع، كلياته باستخدام أشياء إحنا حضرناها قبل، باستخدام بواقي أشياء، وباستخدام كمان أشياء موجودة أوريدي بالسوبر ماركت زي عنا الخضار المفرزة. بتمنى تعملوا سبسكرايب للقناة ولايك للفيديو، وبشوفكم بكرة إن شاء الله بحلقة جديدة. باي باي.